اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم حنشوف كيف حغير هذا الفانوس من ستايل ريفي لستايل فانتج. هو اساسا كان لونه رمادي وممشح بالابيض، كتير حلو، بس انا حبيت غيره واشتغله بلون تاني وبشكل مختلف، حتى نشتغل فيه كمان طريقة الورق اللي اشتغلناها بالفيديو اللي قبل، انه نحنا على ورق الطابعة نحط الزيت حتى تعطينا شفافية. هلا بحط لكم الرابط حتى تشوفوا كل تفاصيل العمل اللي قبل. من بعد ما خلصت وحطيت وزعت الزيت على الورق الطابعة صار عندي الشفافية المطلوبة. هلا بتركن بجففهم بالمناديل وبتركن ينشفوا، وببتدي انه انا اصبغ بالفانوس. اخترت اللون الاسود لانه اللون الاسود كتير حلو، هلا مع التعتيق بيعطينا شكل فانتج كتير حلو واكيد حيلبق مع الصور. هعمل الفانوس اصبغه كله كامل من الداخل ومن الخارج بلون اسود، وبرجع بعدين بس ينشف تماما برجع بعيد عليه مرة تانية باللون الأسود حتى يكون تغطى كل اللون الرمادي. اللون الأسود فينا نستعمله لما بدنا نشتغل فانتج، وفينا نستعمله لما نشتغل شغل ريستيك، كتير حلو. هلا من بعد ما خلصت من اللون الأسود دورين ونشف، عم ببتدي تعتيق بلون بني. هو البني منه فاتح، بس شوفوا شو بيطلع حلو لونه على اللون الأسود. هشتغل كمية خفيفة مش كتير، يعني زيد عليه طبطبي بالاسفنجي، والاسفنجي اللي عندي مبللة بالماء حتى اقدر اعمل تمشيحات، لانه اذا اشتغلت فيها ناشفة حيطلع اللون كتير قوي وما بقدر اشتغل فيها تمشيحات وخفف فيها بالمحلات اللي انا بدي. فانا بشتغلها دايما انه هي الاسفنجي تكون رطبة. من بعد ما نشف اللون البني برجع بشتغل تعتيق خفيف على الزخرفات اللي هي موجودة بالفانوس، بشتغلها باللون الذهبي. وكمان بحب انه احط على الزوايا وعلى الحواف الخارجية للفانوس، كمان بتعطيها شكل حلو فوق اللون البني اللي انا اشتغلت عليه التعتيق. وزعوا اللون الذهبي بمحلات مش محددة حتى تعطينا شكل حلو، وما تكون كتير متقاربة على بعضها حتى ما يطلع شكلها كتير اوفر. يعني منوزع على الحواف الخارجية، فوق الزخرفات شوي، على الزوايا الداخلية والخارجية بمحلات يعني خفيفة، بيطلع عنا شكل كتير حلو. من بعد ما نشف الورق تماما نشفته بالمجفف حتى اقدر استعمله بنفس النهار. هاعمل عليه شوية تعتيق بالمحلات اللي بعدها ظاهرة اللون الابيض، لانه طلعت اكبر من حجم الزجاج تاع الفانوس. فانا هلا كمان بدي الزقن على زجاج الفانوس، فانا لازم اختار او غراء الزجاج، او فينا نستعمل البخاخ. غراء الزجاج بيعطينا شفافية حلوة تحت الورق، وخاصة لانه هيدا الورق هيعطي شفافية كمان. فنحن او بنستعمل البخاخ او بنستعمل غراء الزجاج. فانا هلا هون بخيت الورق كله بالبخاخ. طبعا البخاخ حمايته مش كتير، مش الحماية يعني التلزيق تاعه مش كتير قوي، بس انا هون لانه من داخل الفانوس وحيمسك فما بحاجة لأقوى من هيك. من بعد ما طلعت كل الغراء الزايد من تحت الورق رجعت بعدين قصيت الحواف وطلع عنا هذا الشكل الحلو للورق. ما قصيتهم للورق قص بالمقص، عملت لهم صنفرة، بيطلع شكلهم مرتب اكتر وبيطلعوا على نفس حجم الزجاج وبيطلعوا يعني مرتبين اكتر. وهذا فانوسنا خلص وغيرناه وعملناه بستايل جديد، وحستعملنا فيه طريقة الورق الشفاف اللي اشتغلناه بالفيديو اللي قبل. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ومثل ما بقولكم فيكم تلاقوني على سناب شات وعلى الانستغرام لمزيد من الأسئلة والاستفسارات. وبس لحظة، رجعت بعدين بالسهرة رجعت اكتشفت انه الورقة كان كتير قليل عليها الورد، رجعت عملت ورقة شفافة تانية حتى تعطيني كمان انعكاس تاني للورد. وكمان صورت لكم اياه من الداخل حتى تشوفوا كيف الشفافية تاعت الورق بتطلع اجمل لما نكون ما نشتغلها بورق ابيض، يعني من الداخل ومن الخارج بيعطينا شكل كتير حلو ومرتب. نلتقي بفيديو تاني ان شاء الله.